من جهته استنكر النائب باسم المالكي توقيف السلطات القطريه لعدد من البحاره والصيادين البحرينيين مؤكدا ان هذه التصرفات تتنافى مع حسن الجوار والعلاقات بين الشعبين الشقيقين وقال النائب باسم المالكي ان توقيف السلطات القطريه للبحاره والصيادين البحرينيين يعكس استمرار النهج العدائي وغير الانساني ضد البحرين لافتا الى ان هذه الاعتداءات القطريه المستمره منذ اكثر من عشر سنوات تمثل تعقيدا لاي تقارب مؤكدا بانها ممارسات مرفوضه تسيء للعلاقات الاخويه ودعا النائب المالكي قطر لابداء حسن النوايا تجاه مملكه البحرين وذلك من خلال عدم تعرض للبحاره والصيادين البحرينيين التعامل الانساني واحترام العلاقات الاخويه